أعلن بنك إنجلترا المركزية اليوم عن خفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل بذلك إلى 5%، وذلك لأول مرة منذ شهر مارس منذ عام 2020. وجاءت هذه الخطوة من قبل اللجنة السياسية النقدية للبنك المركزي بعد انحسار مستويات التضخم للشهر الماضي إلى مستوى 2%، وذلك لأول مرة منذ قرابة 3 أعوام. نتابع وإياكم هذه التفاصيل. للمرة الأولى منذ أكثر من عامين يخفض بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 16 عاما، بعدما صوت 5 من أعضاء لجنة السياسات المالية لصالح القرار وخفض سعر الفائدة من 5.25% إلى 5% فقط، وذلك بعد تصويت محافظ بنك إنجلترا المركزي والعضوة الجديدة المنضمة حديثا من وزارة المالية لصالح القرار. وهي المرة الأولى منذ عامين التي يقرر فيها البنك التوجه نحو التراجع عن ثاني أعلى معدل فائدة في تاريخ بريطانيا منذ أكثر من 30 عاما. محافظ بنك إنجلترا المركزي شدد على أن التحسن الاقتصادي هو أحد الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، لكنه شدد في ذات الوقت على ضرورة مراقبة الوضع الاقتصادي تخوفا من احتمالية ارتفاع التضخم مجددا. لجنة السياسات ستبقى حذرة فيما يتعلق بمخاطر ارتفاع التضخم ليبقى عند 2% وهو المستهدف، لذلك سنقرر ما إذا كنا في حاجة لمزيد من الخفض في كل اجتماع على حدة. القرار الذي أنهى معاناة أكثر من 3 ملايين بريطاني ومئات الشركات الذين دفعوا أكثر من 20 مليار جنيه استرليني حققتها البنوك الكبرى خلال العامين الماضيين بسبب رفع سعر الفائدة. ومع التراجع المحدود أعلنت عدد من البنوك تخفيض نسبة الاقتراض للقروض العقارية، مما يعني تقليل الأقساط الشهرية لأكثر من 1.5 مليون منزل في بريطانيا. وعلى الرغم من ترحيب وزيرة الخزانة بالقرار واعتبار قررته بداية لتخفيف أعباء تكاليف المعيشة، لكن المخاوف تتزايد من احتمالية زيادة الضرائب في نوفمبر القادم، مما يعني أن هناك مزيد من الحاجة لخفض إضافي. أعتقد أن هذا القرار سيفيد ملايين العائلات التي حصلت على قروض، كما سيساعد المصانع والشركات المتوسطة في دفع أقساط أقل على القروض التي عليها، وكذلك الحكومة في تراجع خدمة الدين التي وصلت إلى 50 مليار جنيه استرليني. ونحتاج إلى خفض يصل إلى 2% إضافية لضمان تحقيق نمو اقتصادي. مع خفض بنك إنجلترا المركزي لسعر الفائدة، يرى العديد من المراقبين أن هذه النسبة غير كافية، إذ تحتاج بريطانيا لخفض ما بين 1.5 إلى 2% مع نهاية العام الجاري لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. جمال شاهين لقناة الأخبار من أمام بنك إنجلترا المركزي لندن.